حبسه هذا بيضيعنا من الحين. الاولى شوف صح مش هاد شوف صح البنات انا ما نتيقوش او ماي جاد عندنا الفون مع التسوق وغادي نوصلوا مع 8:30 الحق في توقيتهم سنوصلوا غادي تشوفوا غادي اول مره نخرجوا برا المغرب ولكن ماشي غير غادي نسافروا نستقبلوا عطينا الباجاج ديالنا دمينا عليه سولوفان قدينا كل شيء وجينا دابا نفطروا في ستاربكس ما بقى لينا والو على الفول بقى لينا شي ساعه كيما نيت نفطروا نرتاحوا شويه حيت فريمون في المطار تسخسخنا بزاف وانا كان عندي الباجاج بزاف ما يمكنش تخلوش هذا الباجاج كان عندي وكنتسناو دابا باش يوصل الوقت ونمشيو انا راه ليكاو ونري نري 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 على دابا راه ما يمكنش انا باقا تعباش الامر ديما الطريق من بني ملال لكازا 3 سوايع بقينا في الايربورت شي 4 سوايع ولا 3 سوايع ونص كان عندنا الفول مع التسعود وحنا كنا وصلنا المطار مع 5 دونك ما نعسناش اون فوا ملي وصلت انا الامارات داك الجو ديالها ما يمكنش انا كنت كنسحب لي بني ملال اكثر بلاصه فيها الحراره بزاف حيت كتوصل عندنا حتى 50 درجه راه ما يمكنش تخرجوا تخيلوا ملي جيت عندنا الامارات كاينه 37 قلت لكم بان غتكون بارده ولكن راه واحد الرطوبه كاينه في الجو انكرويابل خصو لوكور ديالكم كامل بحال مزيات المهم واحد الرطوبه كاينه واحد الجو زعما صعيب باش تاقلمي الفائد دابا المغرب هنايا فايتينو هنا 3 سوايع دابا حنا عندنا 10 ديال الليل هما عندهم يلاه 7 هادي هي لا شامبر ديالي المهم حاليا هي هادي راه كيما دخلت والله الا باقا الناس بحوايجي بون قلت اول حاجه نقاد بلاصتي وندخل ناخذها بدوش ونجي نستف حويجاتي اللي غادي نلبسها هكا غدا ولا اليوم ولا هكا نقدهم باش نبقاش وكنمشين وديك الساعه نرجع لكم درت الوسيلات ها هما فوالا ودابا غادي نعطر باش يبقى في ريحه زوينه والباجاج ديالي يلاه دابا البنات كان نوجدو عرفتوا شحال جبت ديال لي فاليز حيت غادي نستقر هنايا راه ديجا كنت قلتها لكم في انستغرام ها هما لي فاليز الاخرين جابتهم سلمى وهادو حتى هما واخا هكاك راه ماشي جبت كاع حوايجي جبت غير داكشي الاساسي اللي كنلبس وصافي هاد القريه هي اللي دايره فيها الحويجات اللي ديال الصيف هادي وهادي وهادي دايره فيها حوايج الصيف اما هاد الاخرين دايره فيهم حوايج البرد وحده دايره فيها غير لي بيجاما الجداد وداكشي كنشوفوا يلاه دابا وصلنا للمول باش نمشيو ونختاروا خاتم انا غادي نديكم معايا لواحد البلاصه دابا يلاه وصلنا الى ماركيز هما اللي عندو داكشي ديال الالماز اللي كتعدو مزيان ديال لي موديل اللي انا كنت كنقلب عليهم انا غادي نوريكم لي موديل ديال الكذابة عندهم حيت فغيمون دوك لي موديل اللي كنت انا حاطة في بالي وداكشي اللي كنت انا باغا نقول لك كنتي معايا قلبت هنا في المول كاينين بزاف حتى بعضياتهم ولكن ما كنبقاش داك الدايموند
لوك اللي كيبان يعني دائما كيبانوا عاديين وموديل اللي بسيط. انا كنبغي شي حاجه اللي كتكون فخمه، فهمت؟ كنبغي شي حاجه اللي كتعمل العين كتبان. داكشي صغير انا ما كيعجبنيش، كيجيني بحال غير ديال الاستعمال اليومي ولا شي حاجه عاديه. اما زواج كمناسبه كنبغي شي حاجه تكون فخمه كتبان يعني عافيه العين. انا غنوريكم الموديلات اللي لقيت. صراحه كاينين بزاف ديال لي موديل عند هاد لا ماركيز هادو. شفت الخاتم اللي كنت انا باغا قلبت عليه بزاف د المحلات وما كنلقاش نهائيا، فهمتوا؟ والخاتم هذا اللي انا عجبني فمن بعد غنوريه لكم، عليه بزاف ديال الشواهد. يعني خاتم يعني راكم عارفيني انا كيعجبني داكشي الواو. الوغ شوفوا معايا، ها هما لي موديل ديال الخواتم اللي لقينا. شوفوا لقيت هذا، انا بغيت شي موديل اللي يكونوا فيه جوج. مهم كاين هذا كاين هذا، شوفوا هذا تا هو شحال زوين. كاين هاد الموديل ولكن ما عجبنيش حتى بحالو ديجا كان عندي. شوفوا فوالا، كاين هاد الستيل تا هو زوين. شوفوا هذا تا هو زوين، شوفوا هذا شحال زوين. وهنايا كاينين هاد لي موديل صغار، انا ما بغيتش ناخذ هاد الصغار، بغيت ناخذ شي واحد كبير ان شاء الله. هما لي موديل، وكاينين هنا دي زوتر موديل. لا شوفي هذا زوين كسيتين. دي موديل اخرين ولكن ماشي كبار، هادشي كامل كاين صغير. تحتاجي شي حاجه هضري معايا، تبغي ريز ديري ريز سايز ولا شي حاجه مره جيبي لمعول. بخير، كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. ما عقلتش شنو اخر حاجه بارطاجيت معكم، حيت كنبارطاجي معكم لقطه بلقطه. فريمون ما عنديش المورال ومليت معصبه غير بوحدي. ياسر ما تقول لكم دابا كنقاد غير شعري، شديت البلاك ضربت بها التلفازه كانت شويه غتهرس. واحد ستريس اللي كنبغي نصور لكم شي حاجه حتى الكاميرا حتى هي كتجي في الدقه، اللهم ما كنصور والو. كما شفتوا معايا في لا فيديو لي زيتاب، جيت الامارات وفعلا اليوم نهار ديال عقد القران. انا من النوع اللي ما كنبغيش شي حد يعرف حياتي الشخصيه ولا شي حد، فهمتوا؟ شي بحال هكاك شي حاجه اللي كتخصني غير انا، ما كنبغيش كاع الناس يعرفوها. كنبغي نبارطاجي معكم ليليرجي بوزيتيف وصافي، فهمتوا؟ ولكن قلت بما انكم ديجا عارفينها، البنات منكم ديجا عارفين، فقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هذا النهار هذا، نبارطاجي معكم حتى انا الفرحه ديالي. وفوالا ديجا البنات اللي كيسولوني دائما وماشي حتى كيسولوني، اللي كيكتبوا في لي باج فيسبوك وداك الشيء، علاش جايه مع لي بارون ديالها، واش جايه سياحه ولا كانت غتزوج، ولا جايه مع صاحبتها ولا كذا كذا. اول حاجه اللي غادي نقول لكم هي انا جيت لهنايا وغادي نديروا العقد هنايا لظروف شخصيه ديال راجلي اللي ميمكنش هو يجي يديرها في المغرب، خاصو يديرو هنايا في الامارات. ثاني حاجه اللي هي علاش جبت العائله ديالي كامله بيان سور، حيتاش ما غاديش نديرو في المغرب وديجا كندرت الخطوبه كبيره، ضروري خاصني نجيب معايا العائله ديالي باش نفرح معاهم. واخا ديجا كنا فرحنا في المغرب ودرنا حفله كبيره وداكشي، ومنهم الاساسي اللي جبت مثلا بحال صاحبتي. علاش انا جبت معايا صاحبتي؟ حيتاش كاين عندي بزاف ديال صحاباتي راه كاملين غيكونوا كيتفرجوا، ولكن كاملين عندهم ظروف اللي ميمكنش يجيو من غير سلمى اللي ديجا سالات قرايتها، واصلا اي حاجه ضروري تكون معايا فيها، واي حاجه راه كنعتبرها بحال اختي ماشي صاحبتي. دونك داكشي علاش جات هي معايا باش تفرح معايا وداكشي، وغادي تبقى معايا حتى نستقر ونولف. سلمى جات معايا باش تفرح معايا حتى هي في هذا النهار هذا، وتكون حتى هي حاضره معايا. والصراحه بزاف ديال الحوايج كنا كنوجدوا ليهم، وبزاف ديال الحوايج كنخصني نديرهم وكتعاونني فيهم. وفوالا بزاف ديال الحوايج، والبنات اللي كيتفرجوا فيه هما اللي غادي يفهموني ملي كتكون عندكم اختكم ولا هكا شحال كتنفعكم، خصوصا بحال هذا الشيء هذا. دونك هذه اول حاجه، فهمتوا؟ ثاني حاجه جيبي معايا والديه وجيبي معايا عمتي اللي مربياني. دونك جينا حنا كاملين باش نحضروا ونديروا العقد هنايا، وابخي ديك الساعه غادي نمشيو وغادي نبقى. دونك فوالا هادشي اللي كاين. واليوم البنات نهار عقد القران، دونك كنتوجدوا، ما صورت لكم قلت لكم والو حيت كنت معصبه، ولكن غادي بارطاجي معكم داكشي دابا اللي كنوجدوا، الرياض ديالي الكتابه ديالي وونتر فامي كما قال سلمى. دونك فوالا هادشي اللي كاين. وفوالا نتوما غادي تشوفوا معايا الكتابه كيفاش غادي تدوز، وغادي نبارطاجي معكم البيسه شنو غادي تلبس وبزاف ديال الحوايج. وهانتوما معايا
معايا بعدا حاطه الخاتم. انا ابخي غادي نوريه لكم، راه ديجا كنتو معايا مختارينه. وهنا عندي لي زاكسيسوار اللي خديت، غادي نبارطاجيهم معكم ابخي. دونك خديت شي لعيبات صراحه واعره، منين تبغى ناخذهم غادي يمكن نحطو حدا. المهم ما عرفتش صراحه واش غادي نحطوه ولا لا، ولا غنلبسو صراحه ما عرفتش. نفتح لكم تشوفوا، خديت هاد البغاسلي فوالا ها هو، وداكشي الاخر ديالو دابا نبارطاجيهم معكم مي غنحطو. كاين واحد الصهد ما يمكنش، شوفوا شعري بحال كاع ما قديتو ما حتى حاجه. هادشي علاش، هادشي علاش كيعصبني، حيتاش ما كيشد فيه والو وما كيبغيش يتقاد. المهم غادي نجمع دابا شعري وغادي نختار شنو غادي نلبس. صراحه جايبه معايا بزاف ديال القفطات من المغرب، عرفتوا شحال خيط، عرفتوا شحال ديال القفطات نخيط، وكاع الوان تقريبا كلشي كلشي جبتو معايا. وغادي نهبطكم معايا للصاله اللي غادي نديرو فيها العقد، غادي نشوفو هما شنو جابو حيتاش كانوا خارجين ويلاه جاو وفهرا. دونك يلاه معايا كيشم جابو ليا الورد وكبار هذا هو الورد، وغادي نستف دابا هادشي في لاطابل وغنتما معايا. فينا كبرى بعدا وإنا جب بعدا هنا. دونك هادي هي الكليسة، وهنا غادي نحطو هادشي. المهم انا غادي نستف هادشي، وديك الساعه فحال الا جات ماما وبان ليها شي ديكور حسن ولا شي حاجه هي غادي تبدل. المهم انا غادي نستف هادشي اللي عرفت انا وسلمى البليصه الاخرى اللي كاينه في الجلسه، غير هادي جاتني بحال عامره بزاف. المهم انا غنقاد هذيك اللي عجبتني وهانتوما غادي تشوفوا. ها هي الحلوه اللي قلت لكم هي هادي فوالا. هاد البلاصه هادي اللي غادي ناخذ فيها هكا التصويرات وداكشي باش نبارطاجها معكم حتى في انستغرام وفوالا. دونك كما دابا قلت لكم هنا فين غادي نجلسوا، جو سي با واش غنصوروا ولا لا، غادي تجي حتى العائله ديالو، مي بون داكشي اللي قدرت عليه راه غنصوروا لكم. وصافي حطيت هنا هاد لي زاكسيسوار اجي تشوفوهم، هادو ديجا خديتهم غير البارح صح، ما كتبت ناخذ والو حتى نمشي للمغرب وناخذ ديك الساعه بزاف، وهو قال لي لا ضروري تاخذي من هنا وخديت. بيان سور ما غنقولش لا، خديت هاد الخناقه هاد ديال الناس راه معروفه عندهم هنا في الامارات، هي اللي كانت عجباني منينتها. ابخي غنوريكم كيفاش كتجي في اللبسه، كتجي واعره. ديت الباك ديالها حتى هو، شوفوا شحال واعر البنات، عرفتوا شحال زوين. المهم حتى نقيس لكم هادشي من بعد وشوفوا معايا. هنا الحلقات ديال الخناقه، وعاد هاد البراسلي هذا اللي بارطاجيت معكم قبيله، عرفتوا تبارك الله هاد البراسلي هذا البنات شحال ثقيل وشحال فن. شوفوا ما كنبغيش ناخذ انا داكشي اللي كيكون فيه الحجار، كيعجبني الذهب اللي كيكون كلشي ذهب. دونك هذا راه كامل ذهب، لا هو لا هادشي الاخر ديالو وفوالا. دابا غادي ندوزو نوريكم الخاتم ديال الزواج. هذا هو الخاتم اللي خديت في الاخر، ديجا ديتكم معايا اختاريتو معايا حتى في انستغرام. ها هو الخاتم اللي اختاريت، شوفوا فوالا هذا هو الخاتم اللي اختاريت. دونك هذا البنات فيه الحجرات يعني كبار. هادشي اللي خديت، وهذه هي الكليسه، وصافي هانتوما معايا باش تشوفوا معايا لي زيتاب الاخرين. كناش نحطو التمر حيت شفتو شنو راه الدار هادي باقي خاصها بزاف، شفتو شحال خاصها ديال الاصلاحات، شحال خاصها ديال الفلاش، راه تقريبا باقا خاويه، ما مفرشه ما والو، ما كاين لا ماعن لا حتى شي حاجه، غي يعني مهم غي نسلكو لا بانت لكم شي حاجه محطوطه في شي حاجه، تخيلوا غير التمر ما لقيتش فين نحطو. عرفتو كون يسحب ليك وجبت معايا على الاقل شي حاجه من المغرب، انا ما كنتش عواله اصلا، كان هذا العدول ولا ما عرفتش شنو سميتو قال لك ما غادي يجي حتى الغدا، حتى صونا علينا قال لك غادي يجي اليوم من مورا العشاء، يعني ما كنا موجدين حتى حاجه. غي ديروا عين ميكا حتى لديك الساعه نقاد ونتقدى الماعن ونبقى داكشي في بلاصتو، وديك الساعه غادي تشوفوا داكشي كيفاش غادي ندير ليه وفوالا. دابا كان غادي نمشي نختار القفطان اللي غادي نلبس، كاين واحد تكشيطه وكاين واحد قفطان ديال جوهره. انا واحد فين غادي نلبس، واش نلبس تكشيطه ولا نلبس القفطان؟ صراحه حنا هادشي اللي دايرين بزاف زعما، ما كاينين الناس وما كاين حتى شي حد، كاينه غير لا فامي ديال اللي جات معايا وغادي يجيو الخوت ديالو صافي، يعني ما كاين حتى شي حد اخر. القفطان كاين عندي هذا هو هذا التحت ديالو وهذا الفوق، ولكن ما غاديش نلبس هذا الصغير ديال الجوهره جو بونس، انا نجيبو لكم باش تشوفوا. هذا هو القفطان هذا ديالي ديال جوهره، كنت خيطته بيومين قبل ما ننزل المغرب، واحد الخياطه عندي مسكين في بني ملال الله يعمر ليه الدار، ما كرهش نخلي لكم المرفو. البنات اللي بغات تخيط شي حاجه تواصل معاه كيجي حتى للدار كياخذ القياس وكيوجدوه لك في اقرب وقت، وقسما بالله البنات الا كيخدم لي هادشي بثمن رخيص داكشي اش كنتعامل معاه هو ديما فوالا. وهذا القفطان كنت انا غادي نسافر نهار الحد، جا عندي نهار الخميس قلت ليه شوف انا عندي واحد جوج تويبات بغيتك توجدهم ليا في اقرب وقت،
قسما بالله الا وجد لي قفطان وجلابه نهار سبت جابهم لي. كنتو متقونه وانا ديجا ديما كنقول لكم كنبغي الخدمه ديال اليد، ما كنحملش الخدمه ديال الماكينه. كاينين الناس اللي كيسرعوا الخدمه ديال الماكينه، ولكن ما عرفتش علاش انا اليد كتجيني ديما كتجي هماويه وكتبان، فهمتوا؟ هذا هو القفطان وهذه التكشيطه، ولكن غادي نلبس غير قفطان، ما دايره لا شطيح لا نديح لا حفله لا عبيده طرما باش نلبس التكشيطه، دايره غير عقد القران غادي يجي نكتب. والصلاه والسلام على المرسلين. غادي نلبس مع القفطان البيض هاد البليغه، هادي كاينه عندي هادي وكاينه عندي حتى هادي، ولكن واقيلا اللي غتجي احسن هي البيض في البيض يمكن. دونك لقيت ملي لبست دابا القفطان درت لي الحزيب ديالو، شنو والله البنات شدت مكويله ولا تبكي، تخيل معايا تمن الملامح ديال بجيت تبدلوا بحال يلاه فيق الناس ساعات ولي لا وصافي. المهم البنات كاملين غيكونوا حاسين بيا في هاد الوقيته هادي وصافي. هاد البليغه هادي ديال الصم هادي احسن من الاخرى. ماما شافتني بغيت نلبس البيضه قالت لي اويلي واش حنا جيبي لك بلغه ديال الصم وانت غادا لابسه لي الاخرى عاديه. صافي ها هو القفطان وفوالا نتوما تشوفوا. شفت الحزيمه كيجي زوين. درت هاد جوج براسليات هادو ودرت الباك ديالهم، درت غير هاد الباك وما درت والو باش ما يجيش داك الشيء تخو شارجي. البنات داك دهن السلطان ما عقلتش شنو سميتو كان جابو ليا، هو اللي غادي ندير صراحه فيه ريحه زوينه. دابا نتاكد لكم منه البنات مزيان ساعه نقول لكم شنو سميتو داك الشيء. فيه ريحه غزاله كتبقى مده طويله، وريحته ملي كدوها هنا وهنا كديوها حتى فهاد البوني كتطلق لكم الريحه في لوكر ديالكم كامل. عاود قديت لي التحزيمه مزيان صافي. كنبكي انا مره وحده كنجمع الوقفه وما تبقاش نعاود نحسن مره اخرى. طيحه وحده تنطيح ثاني شحال خصني الوقت باش نطيح طيحه اخرى وصافي. المهم غير تفش لي وجهي شويه ونوري لكم كامل دابا غير غنضحكوا ليا. نجينا نفس العبايه جابها لي قبيله مع الورد قبلشتهاش ها داكشي اللي بغيت ندير. دونك فوالا ها هي ديالها، انا غادي نلبسها ونوريها لكم. بسم الله والقلم بس يمس الشاشة. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بين الزوجين العروسين، وأن يجعل بينهما المودة والرحمة، وأن يسعى كل منهما إلى إسعاد الآخر، إنه سميع قريب مجيب الدعوة. أخونا سعيد سلم على عمر. زين والد صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا وعلى أن تحسن إليها وتكرمها وتتقي الله فيها والله خير الشاهدين. بارس كل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى المهر المسمى بيننا وعلى أن أحسن إليها وأكرمها وأتقي الله فيها والله خير الشاهدين. بارك الله بكما وعليكم الله وجمع بينهما بخير. مبارك إن شاء الله. مبارك مع رسول الله. أنا ما صورت ومشى وكرا ومشى شوفوا مش كسل بيت جو جيت الصباح هلا أول عرس لحنا خسامتي سالي وجيب لتاك وراجع مش جو عندي والله أنا كوجي أكل عيش وجني لي أنا هيك رفتها.
بابا بغي يجيب الباسبور ديالي انا والباسبور ديالو باش يعطيه العدوي. صدق جاب الباسبور ماما والباسبور ديالو غيجوج ماما مره اخرى. باش الموت ديال الضحك مهم اللي بدات دابا صافي كتبنا وقال لينا العقد ديال الزواج غادي يخرج من هنا اليومين عاد كيخرج وصافي. دابا درنا لابيل فيديو مع لا فامي ومن بعد نرجع لكم ديك الساعه. كي دايره عمره لاباس عليك؟ بخير. توحشتيني ولا لا؟ اللي راه نقول لك ماما غير 3 شهور تجي ماشي 6 شهور. انا غنجي عندك انا نجي معاهم صافي. تجي معانا؟ يعني احنا ما بنخلص. برافو ماي جاد. يا بابا وها يما وهك على حبي يا بابا يا سيدي سيدي يا بابا يا بابا يا نساتي عليتي يا مراتنا يا بابا. فين هي ماما كايا؟ احنا كنشطحو صح كنضحو. شوفوا ضروري كيكون شويه ديال ستريس صراحه. شوف هي سلمى تقول لكم بقيت كنبكي شي ساعه والله الا الماكياج كامل مشى ليا خصوصا الغربه خصوصا لا ديستانس بزاف ديال الحوايج. الحمد لله معايا اختي غتبقى ممسالي وداك الشيء ما غاديش نحس بواحد شويه ديال الفرق حتى شي غتبقى معايا نهار كامل. وفوالا هذا ما كان العقبه لكم كاملين كاع البنات حتى هما اللي بغاو يفرحوا براسهم اي حاجه كانت نتوما في خاطركم كتمنوها. واحد الحاجه ثانيه بغيت نقولها لكم البنات سي كو اي حاجه كتشوفوها في لي ريزو سوسيو ما كتكونش زعما هي نيت بحال كلي غولاسيون داكشي. راه انا البنات بالضبط راه والله العظيم الى ما وصلت لهاد المرحله حتى دزت من بزاف د المراحل خايبين بزاف وكانوا بزاف ديال المشاكل وواحد المشاكل اللي كانوا بزاف 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 بزاف. داكشي علاش اصلا عبري ما جبت الموضوع. كتشوف شي حاجه ربي مكتبها لك فهي فيها الخير سواء كان فيها المنفعه ولا المضره فكيبقى فيها الخير في الاخر حيت ربي اللي كتبها لينا. وهادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك كما كتشوفوا صراحه انا باقا ما دخلتش لي الفكره ديال الزواج نهائيا في بالي ما كنتش كنفكر كاع فيها. ولكن ملي كتشوف بلي لا بون بيرسون بلي كيحاملك بلي كيحترمك و تيقدرك و كيدير المستحيل على قبلك فهادي الحاجه الوحيده اللي كتخليك تزيد القدام في ديك لا غولاسيون. حيت كتقول بلي واخا غادي يجيو بزاف د الفرص يقدروا ما يجيوش بحالك. الفرصه كتجي مره في العمر. دونك داكشي باش فهمتوا كانوا بزاف ديال المشاكل كانوا بزاف ديال الضغوطات كانوا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا صراحه انا ويا بحال مشطول فار فهمتوا ديما مدحسين ديما تشخ تشخ تشخ. ولكن واخا هكاك بزاف كنصالحو هي ما نتهرب ولكن في الاخر تنقول بلي هي لا بون بيرسون اللي كتبها ليا الله وربي صيفطو ليا فهمتوا. دونك ما هادشي اللي كاين وصافي بلا ما نتعمق لكم في هذا الموضوع اكثر. غادي نلبس الذهب اختي الذهب. دونك نلبس هذا البراسلي هذا الخنداقه. ثاني حاجه اللي بغيت نقول لكم انا تفكرتها هي حتى الناس اللي قراب لكم تما كيلعبوا واحد الدور كبير النصيحه ديالهم وداك الشيء. فامي ديالي والديا صحاباتي صراحه كاملين يعني بزاف ديال الحوايج فهمت. شوفوا تبارك الله البنات شفتوا كيحبقوا وهادو الحلقات شفتوا. انا اختاريتو على ذوقي انا وماما وامتي وسلومه شفتوا شحال زوين. وهذا البراسلي يلا نخليكم البنات كتبوا لي في لي كومونتير شي كلمه زوينه ونخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فلوق جديد في دبي. بيزو باي باي.